أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين. هيدا الشيء اللي صار اليوم غير مقبول، غير مقبول وغير مسبوق، وهيدا نذير فتنة تخطط للبلد. مسلحون يستهدفون موكب وزير شؤون النازحين اللبناني صالح الغريب، ومقتل قياديين في الحزب الديمقراطي كان برفقته. وتعقيبا على الحادث، الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد اليوم واتصالات سياسية لتهدئة الأوضاع. سبعة شهداء وعشرات الجرحى خلال قمع تظاهرات قوى الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري يتهم مندسين. السفير الأمريكي في إسرائيل يفتتح نفقا تهويديا جنوب المسجد الأقصى، والسلطة الفلسطينية تصفه بأنه رئيس مجلس للمستوطنات. قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة، وأنقرة تهدد باستهدافهم إذا لم يفرجوا عن ستة أتراك محتجزين لديهم. المكتب العام للإخوان المسلمين في مصر يعلن عن إجراء مراجعات داخلية، وقيادي في الجماعة يؤكد للميادين أن بعض بنود البيان محل خلاف. تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب لإطلاق نار في الجبل، ما أسفر عن مقتل قياديين من الحزب الديمقراطي كان برفقته. الحادثة استدعت ردود فعل سياسية لتطويق ما جرى، حيث دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد اليوم. الوزير في الحكومة عن حزب الله محمود قمطي طالب بتوقيف الجنات سريعا. التوتر الذي شهدته مناطق من جبل لبنان لم ينتهي على خير. زيارة مقررة لوزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل أثارت حفيظة مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي الذين قطعوا الطريق في بلدة كفرمتة لمنع مرور موكبه، ما أدى إلى بقائه في بلدة شملان ريثما تهدأ الأمور لينضم إليه حليفه السياسي وزير شؤون النازحين صالح الغريب. وعند مغادرة الأخير المنطقة وقع اعتداء على موكبه في قبر شمون أدى إلى مقتل قياديين من الحزب الديمقراطي. رئيس الجمهورية ميشيل عون طلب من الجيش والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع بعد دعوته إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. من جانبه أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري سلسلة اتصالات بالقوى السياسية والعسكرية والأمنية لاحتواء التوتر، فيما الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات قال للميادين إن هناك أوامر خارجية للتسبب بفتنة في لبنان، محملا المسؤولية للجهات التي تعتزم تكريم السفير الأمريكي السابق جيفري فيلتمان. في المقابل غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط قائلا إنه على حديثي النعمة في السياسة أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم هذا الجبل، رافضا لغة نبش الأحقاد وتصفية الحسابات وداعيا إلى التحقيق في الحادثة. كما صرح وزير التربية والتعليم أكرم شهيب وهو قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي أن الطريق لم تقطع على موكب الوزير الغريب، بل إن مرافقيه بادروا بإطلاق النار بكثافة، معتبرا أن التشنج وإطلاق النيران مرجعه العنف السياسي وإطلاق مواقف تتعلق بقضايا حساسة، قاصدا بذلك تصريحات باسيل بشأن المصالحة بين المسيحيين الموارنة والدروز والتي أنهت آثار حرب الجبل بين الجانبين. الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات قال أن الشهيدين هما قياديان من بين 11 قياديا من الحزب كانوا برفقة الوزير الغريب في موكب مؤلف من 15 سيارة، وأكد في نشرة سابقة للميادين أن المستهدف كان الوزير الغريب وليس وزير الخارجية جبران باسيل. أنا باسم الحزب الديمقراطي الاستهداف كان للوزير صالح الغريب، الوزير جبران باسيل ما كان بالموكب وكان خارج المنطقة، كان غادر المنطقة وكان الموكب متوجه الوزير صالح الغريب على بيته، والساعة 9 مساء بده ينزل الوزير جبران باسيل على خلدي لأنه المير كان عامل عشاء حيحضروا ما لا يقل عن 2000 شخص من الجبل. فالهدف الأساسي هو إلغاء العشاء التكريمي للوزير باسيل واغتيال صالح الغريب. بركات شدد على ضرورة التهدئة والتعقل في ظل ما يحصل، معتبرا أن خطورة الحادثة تأتي تحرك
أو تستدعي تحرك مؤسسات الدولة على كل المستويات لتطويق ذيولها من خلال محاسبة مطلقي النار ومن أعطوا الأوامر لهم. زمن الكانتونات والإدارة المدنية والتسلط انتهينا منه. في دولة مفروض اليوم الجيش والأجهزة الأمنية تعمل إجراءاتها لملاحقة الذين أطلقوا النار وافتعلوا المشاكل اليوم على امتداد منطقة عليه. والمسألة أنا برأيي خطيرة جدا، ربما تتوسع في اتجاه مناطق أخرى إذ لم يتم تدارك هذا الموضوع إذا لم تتحرك الدولة على كل المستويات. بركات قال أن هناك أوامر خارجية لتفجير الوضع والتسبب بفتنة في لبنان، وأضاف أن الذين أطلقوا النار ينتمون إلى أحزاب معروفة في الجبل، محملا المسؤولية للجهات التي تعتزم تكريم السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فولتمان. هذا الشيء اللي صار اليوم غير مقبول، غير مقبول وغير مسبوق، وهذا نذير فتنة تخطط للبلد. وأنا بعتقد هذا الأمر يعني يبدو في حدا عطى أمر عمليات من برا لتفجير الوضع الداخلي في لبنان انطلاقا من الجبل، لأنه محاولة اغتيال وزير طبعا تؤدي إلى فتنة كبيرة. عبكرة رح يروحوا يكرموا فيلتمان بأمريكا. بدوره طالب عضو تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني سليم عون بإجراء تحقيق واضح وصريح في حادثة الجبل من دون أي تغطية لمرتكبيها، وفي اتصال مع الميادين قال إن الحديث عن المصالحات في الجبل لا يكون بإطلاق الرصاص القاتل، مشددا على رفض أن تكون أي مناطق لبنانية حكرا على أحد. تحقيق واضح وصريح بدون تغطية، مش بكرة بنصور بالتحقيق نبلش نخبي ونغطي ونحور الوقايع. تحقيق جدي صارم، بعدين هي بدها تقوم فيه أجهزة أمنية وعسكرية، وبالآخر القضاء بيعمل عمله كمان بدون أي تدخلات. وإذا مرة أخذوا المجرمين عقابهم كما يجب، هيك بتكون تجاوزنا المحنة. المناطق اللبنانية هي لجميع اللبنانيين، ما في منطقة عهد الكانتونات والمحميات والمزارع خلصنا منها. هيدي هن لهم حق يجوا على كل المناطق اللي عندنا فيها شعبية نحن واسعة، ويتجولوا كما يريدون ويحكوا الكلام اللي بدهم اياه، كما قلنا نحن الحق نروح وين ما بدنا على الأراضي اللبنانية ونحكي اللي بدنا اياه. وحول آخر التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسل ميادين عباس صباغ. عباس مرحبا، هل توفرت أي معلومات جديدة بعد هذه الحادثة، خاصة بعد سقوط ضحايا؟ والآن كيف يمكن وصف المشهد، وماذا عن آخر التصريحات وردود الفعل السياسية؟ نعم أحمد، يعني بالإجمال الوضع الأمني مستقر على حذر بعد إعادة فتح جميع الطرق التي كانت مقفلت عقب الحادث الذي وقع في الجبل أمس. لكن أود الإشارة إلى معلومات خاصة للميادين بأن الجيش اللبناني قد اتخذ قرارا حاسما باعتقال مطلقي النار على موكب الوزير صالح الغريب، وأنه يعمل على اعتقالهم خلال ساعات، وهو يعني أبلغ من يعنيه الأمر بأن هذا الأمر قد حسم على أعلى المستويات في لبنان، بأن المدخل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها هو تسليم الجنات أو الذين أطلقوا النار على موكب الوزير الغريب. وبحسب يعني أكثر من مصدر في الحزب الديمقراطي بأن هؤلاء قد حسمت انتمائهم السياسي، قد حسم أن من أطلق النار بات معروفا. ثانيا، إن يعني اللقاء الذي عقد في خلدي في دارة النائب طلال أرسلان ضم ممثلي 4 أحزاب، يعني حزب الله وتيار الوطن الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي، وهو استمر لساعات متقدمة من مساء أمس. وهناك أيضا قرار اتخذ بأن لا يمكن أن يكون في الجبل أي منطقة محظورة على أي فريق سياسي. كذلك علمنا من مصادر أمنية بأن موكب الوزير جبران بسيل كان في وضع غير آمن لولا تدخل القوى الأمنية، ومن ثم ألغى زيارته إلى بلدة كفر متى. بالنسبة لي أيضا علمنا بأن الوزير أو النائب طلال أسلان سيلتقي غدا الرئيس ميشيل عون قبل يعني بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى. هذا اللقاء هو أيضا من ضمن الخطوات التي يعمل عليها الحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية من أجل إعادة الهدوء إلى الجبل على قاعدة تسليم الجنات.
يعني بالإجمال يعني حتى قيل بأن هناك أكثر من وزير كان اليوم مستحدث. نعم. لأنه أكثر من وزير كان في زيارة اليوم إلى الجبل، وزير المهاجرين، وزير النازحين، وزير الخارجية، وهناك يعني حديث الحزب الاشتراكي. وصلنا مع مفوض الإعلام في الحزب الرامي الرئيس قال بأن القضاء هو الذي يحسم من أطلق النار. نعم. وليس لديه أي تعليق آخر. وأخيرا أود الإشارة بأن في السياسة يعني كلام الحزب التقدم الاشتراكي عن الخلل أو محاولة اللعب في التوازنات الدقيقة هو ما يعني يستدعي رد من الأحزاب السياسية في الجبل التي تعتبر بأنها هي موجودة في هذا الجبل، وبالتالي لا يمكن احتكار التمثيل السياسي لحزب واحد. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. عباس صباغ مراسل للميادين في بيروت. نقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزارة الصحة استشهاد 7 متظاهرين وإصابة 181 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن السودانية. التظاهرات جابت عددا من المدن أبرزها العاصمة الخرطوم ومناطقها بدعوة من تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. ودعا التجمع المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري، حيث أفيد عن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين. هذا واتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان نقلو حميدتي من وصفهم بالمندسين باستهداف المحتجين وقوات الأمن. وفي خطاب بمحافظة شرق النيل قال حميدتي إن قناصين استهدفوا 3 من عسكريي الدعم السريع و6 مواطنين، مؤكدا العمل على القبض على القناصين وتقديمهم للعدالة. من مركز الشباب الآن في قناصين بيضربوا في الناس، ضربوا 3 عساكر دعم سريع ويمكن 5-6 من المواطنين الآن. عشان كده نحن الآن انزعجنا وماشينا نلحق الموقف، لكن نحن يا أخوانا الشد داير إنه في مندسين، في ناس دارين يخربوا الحكاية الماشية دي، في ناس دارين يغيروا الوضع الماشي، التغيير ده ما راضيهم، لكن إن شاء الله لو الناس اتفهمت، لو الناس فهمت القضية، الناس بتحسم المسألة دي، وإن شاء الله القناصين اللي الآن بيضربوا في الناس من بداية التغيير لغاية الآن إن شاء الله هنخذ يدنا عليهم ونقدمهم إن شاء الله لعدالة إن شاء الله. القيادي في الحزب الشيوعي السوداني علي محجوب دعا المجلس العسكري إلى إثبات كونه جزءا من الثورة في السودان عبر تسليم السلطة لحكومة مدنية. محجوب أكد للميادين أن قوى الحرية والتغيير لن ترفض أبدا الوساطة الأفريقية والإثيوبية وما زالت ترى فيها منطلقا للحل. حتى الآن وقبل نصف ساعة كنت أتحدث مع السودان، ليس هناك أي تغيير في الموقف، ولا زال قوى الحرية والتغيير يعني تعتمد الوساطة الأفرو إثيوبية، وهذا هو المنهج الذي سوف يتم التداول حوله في الفترة القادمة. وليس هناك اجتماع تم لمناقشة أي قضايا تخص الوساطة أو تخص النقاش المباشر، لأن هناك مطلوبات محددة. دم الشهداء لن يضيع، وهذه هي مسألة أخلاقية، فهؤلاء قدموا نفسهم للدولة المدنية، فكيف يتم تأسيس الدولة المدنية ويتم قتل هؤلاء بأبرياء وهؤلاء يظنون أنهم كالعادة يفلتون من العقاب؟ وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي والناشط السياسي أحمد محمد كفوتة. سيد أحمد أهلا بك. بداية، كيف يمكن قراءة ما حصل أمس أثناء الاحتجاجات، خاصة بعد سقوط 7 شهداء وإصابة العشرات من المتظاهرين؟ أهلا ومرحبا بكم ومساء الخير. في البداية نترحم على أرواح الشهداء وهم تمجيدا للذين سبقوهم في هذه الثورة المجيدة. الدعوة للمليونية اليوم دعاها تجمع المهنيين، وهي رمزية في اتجاه تقليد الشهداء الذين سقطوا في الأيام الفائتة وما حدث في عملية صد الاعتصام. الثورة استهدفت المواكب اليوم منازل الشهداء، بعد ذلك انطلقت حول الشوارع الرئيسية، فكانت في درمان مرورا بشارع المورده وشارع الأربعين وفي كبر الفتيحات وفي كبر الصلاح القدي في الخرطوم البحري في الخرطوم في الصحافة. كل هذه المواكب والقوى السياسية قصدت بها أو السورية الكبيرة قصدت بهذه المواكب الرمزية للشهداء، لكنها يمكن أن تقرأ في الجانب السياسي على أنها
محاولة للضغط أكثر ولإرسال رسالة بأن الشارع لا زال في يد قوى الحرية والتغيير وبإمكانها أن تقود الثورة من جديد، ولا سبيل للمجلس العسكري إلا وأن يواصل في محاولة قبوله بالمبادرة الأكيدية وبالتالي تشكيل الحكومة المدنية المنتظرة على الشارع. طيب، لكن المجلس العسكري وعبر نائب رئيسه اتهم مندسين خلال او ما وصفهم بالمندسين باستهداف المحتجين وقوات الامن، وايضا تحدث نائب الرئيس عن قناصة. كيف يمكن فهم هذا الكلام، والى اي مدى يمكن الحديث في هذه المرحلة عن طرف ثالث ربما او مندسين خلال هذه التظاهرات؟ وارد وجود مندسين داخل هذه الثورة باعتبار أن مراكز النظام القديم لا زالت لم يتم لها الحل. هنالك حديث عن وجود لكفائف ذل تابعة للنظام الفائز. القوى الأمنية اليوم تتحدث عن غناصة على مستوى في مغرب من منطقة عسكرية في مغرب من السلاح الطبي على مستوى قصر الشباب والاطفال، وتتحدث عن اصابات استهدفت حتى العسكريين. فنحن نقول ان المنظومه القديمه لا زالت موجوده، وفي راي كبير في شارع السودان يتحدث عن ان المجلس العسكري هو امتداد للنظام السابق، وبالتالي كل قوة النظام السابق هي موجوده وتمارس مشافة بكامل حريتها، فلا يعجوها بان تتكتف مثل هذه الجرائم، وبالتالي ترسل رساله في السياسه ان اي مظاهرات تطالب بتغيير او تسليم سلطه للمدنيين فمصيرها الغمه ومصيرها القتل وهكذا يعني. شكرا جزيلا لك سيد احمد محمد كفوتة، صحفي وناشط سياسي، كنت معنا من الخرطوم. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات للميادين أن إسرائيل كانت بحاجة لإثبات صحة ادعائها بخصوص النفق التهويدي في القدس، ولم تجد إلا السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ليعطيها بحضوره تلك الصدقية الكاذبة. كلام المالكي جاء تعليقا على مشاركة فريدمان في افتتاح نفق تهويدي في حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى الذي أطلق عليه اسم طريق الحجاج. من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن فريدمان لا يمكن أن يكون سفيرا، بل هو رئيس مجلس للمستوطنات. بمشاركة أمريكية رسمية افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفقا أقامته أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. تفاصيل النفق الاستيطاني المسمى طريق الحجاج مع بيسان طرف. أهلا بكم. القدس في عين العاصفة مجددا، وتحديدا سلوان، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يضفي على المدينة المحتلة طابعا تاريخيا، وبالتالي أن يغير كل معالمها. بحسب الرواية التراثية يبدأ النفق الاستيطاني المسمى طريق الحجاج من بركة الحمرة إلى ساحة البراق، ويتقاطع مع أنفاق قائمة بطول يقدر ب 729 مترا. وأقدم الاحتلال على شق نفق طريق الحجاج تحت منازل المواطنين قبل 6 سنوات، ويتضمن حفر الشارع الذي يعرف بالشارع المدرج، وهو جزء من مخطط تشليم لحكومة الاحتلال الرامي إلى تعزيز الحضور الإسرائيلي في حوض البلدة القديمة بواسطة ما يسمى التنمية السياحية والحفريات الأثرية الواسعة النطاق في سلوان وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة. وبدأ توسيعه في شهر سبتمبر أيلول بين عامي 2007 و2009 ليشمل شبكة من الأنفاق تحت بلدة سلوان متجهة صوب المسجد الأقصى، ومن بينها النفق الواقع غربية مسجد عين سلوان بحسب مؤسسة الأقصى للوقف والتراث. ويسعى الاحتلال إلى ربط هذا المشروع بشبكة الأنفاق لوصلها بالأنفاق أسفل المسجد الأقصى، كما يسعى إلى ربط هذا المشروع التهويدي بمخطط الحدائق التوراتية الممتدة من أقصى بلدة سلوان جنوبا باتجاه المسجد الأقصى شمالا، التي تحيط بكل نواحي الأقصى
والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وترتبط بعدة مشاريع تهويدية تصل إلى منطقة العيسوية شمال شرق القدس. استخدام الإسرائيليين والمستوطنين علم الآثار أداة سياسية جزء من استراتيجية لتشكيل المدينة التاريخية وترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها من جانب واحد. الرواية الإسرائيلية تقول إن أهمية النفق الجديد تكمن في أن طريق الحجاج الأول إلى الهيكل المزعوم يمر تحت سلوان، مساحة جديدة تضاف إلى مسلسل التهويد والاستيطان مع إعطاء شرعية سياسية أمريكية لا يمكن فصلها عما يجري في المنطقة من منح الشرعية للسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة. وافقت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة على آلية لشرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة هارتس قالت أن السلطات الإسرائيلية تسعى لتطبيق هذه الآلية على نحو 40 وحدة استيطانية غير قانونية في مستوطنة إليزهاف غربية سلفيت شمالي الضفة، وأشارت إلى البدء باستخدام هذه الآلية لترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي. حذرت الأمم المتحدة من خطورة نقص التمويل للقطاع الصحي في قطاع غزة على جرحى مسيرات العودة، وقالت أن 1700 مصاب يتهدد البتر أعضائهم. أحمد غانم. يوما بعد آخر تتزايد المخاطر الصحية المحدقة بقدم مراد الذي أصابه الاحتلال برصاصة متفجرة في قدمه خلال مشاركته في مسيرات العودة، واليوم يخشى مراد أن ينتهي به الأمر من دون قدم تتوكأ عليها أسرته في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها. كل يوم زراعة عظم على الفاضي، هاي ثالث عملية أسوي، هذا الثالث جهاز وإلي عملت 9 عمليات على الفاضي، قاعد رجلي بتروح قدامي، يعني أنا قاعد حاسس إن رجلي خريطها يوم من الأيام إنها تيجي بتر. يعني بدنا على جهات يا في الخير جهة، يعني المهم إحنا نطيب. 1700 مصاب يتهدد البتر أعضاءهم بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطر نقص التمويل للقطاع الصحي، مؤكدة أنهم بحاجة إلى جراحات معقدة وعاجلة تنتشلهم من الإعاقة. تحذير تؤكد وزارة الصحة خطورته في ظل ما تعانيه تحت الحصار. مجمل الإصابات التي نتابعها حالات خطيرة تستدعي تدخلات جراحية لعدة مرات حتى يتمكن الجراحون من معالجتهم. الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة وحتى هذه الأثناء وهو يمارس دورا عنصريا باستخدام مفرط للقوة وكذلك استخدام لأنواع مختلفة من الرصاص الحي أدى إلى إصابات غائرة وإصابات معقدة. وبحسب وزارة الصحة فإن 135 مصابا من مسيرات العودة قد بترت أعضاؤهم بينهم 20 طفلا. تحذيرات الأمم المتحدة من مخاطر نقص التمويل للقطاع الصحي في غزة تتطلب بحسب الجهات الرسمية تدخلا دوليا عاجلا يجنب الجرحى الفلسطينيين مضاعفات الإصابة التي يحملون الاحتلال مسؤوليتها الكاملة. أحمد غنم، غزة، الميادين. ونبقى في غزة حيث دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين، وأكد أنها انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها كافة. لنا شاهين. حال صيادي غزة كل يوم يمضي من السيء إلى الأسوأ، انتهاكات واعتداءات إسرائيلية حدث ولا حرج، وحصار خانق يمنع إدخال المعدات والمواد اللازمة بذريعة الاستخدام المزدوج لدعم المقاومة لتصبح مهنة الصيد مهنة الموت. ممكن الصياد اليوم يطلع من بيته يودع أولاده ويودع أهله مو ما يرجعش، بصير اعتقالات بني آدمين، اعتقالات مراكب اللي هو المياه العادمة، الرصاص، اتلاف شبك، بيجي بطخ بالمركب بعض امرار. الانشطة هي واقفة بدها قيار، بتستنى على قيار، والسلك برضه هذا الستاي برضه هذا ممنوع خشنا، واكثر شيء كمان الفبر كلاس كمان هذا ممنوع، وهذا الفبر كلاس بنعوزه اكثر شيء، يعني اليوم لو في عندك حسكة تعطلت بتروح غاد بترتم على رصيف المينا فوق ما بتصلحش، فيش تصلحها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طالب المجتمع الدولي بلجم إسرائيل وأكد أن عدوانها على الصيادين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وعقوبة جماعية. أكثر من 4000 صياد أصبحوا عاطلين عن العمل أو يمارسون العمل لفترات قصيرة، كذلك انعكس على أكثر من 1000 من العاملين في مهنة الصيد أو مهن مرتبطة بمهنة الصيد. هذا أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من 50000 من عائلات هؤلاء الصيادين. في خلال عامين فقط أطلقت بحرية الاحتلال النار على 434 صيادا، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 22 آخرين، فضلا عن اعتقال 120 صيادا واحتجاز 25 قاربا، إضافة إلى إتلاف 15 قاربة صيد. معاناة الصيادين تتفاقم يوما بعد يوم، فحتى السمك في البحر يظل عالقا في شباك الحصار، وتبقى الحال على ما هي عليه في انتظار زوال الاحتلال. لنا شاهين غزة، الميادين. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تفهمه المصاعب التي يواجهها سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وفق تعبيره، وتوعد بالمزيد من التضييق على حركة حماس إذا استدعى الأمر. وفي الجلسة الأسبوعية للحكومة قال نتنياهو إنه تفاجأ بما وصفه تصرف الفلسطينيين ضد مصالحهم في حين تقترب إسرائيل من الدول العربية، على حد قوله: نحن نتفهم المصاعب التي يواجهها سكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ولذا فقد فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات شديدة على حركة حماس، بما في ذلك وقف الوقود عن محطة توليد الكهرباء، وفي حال استدعت الضرورة فإننا سنضيق الخناق أكثر فأكثر على حماس. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيل صالح التعبئة وحالة النفير العام في البلاد، وكانت قوات حفتر قد أكدت إسقاط طائرة تركية مسيرة من طراز بيرقدار أثناء إقلاعها من القاعدة العسكرية التابعة لمطار معيتيقة. وقالت قوات حفتر أنه جرى تدمير الطائرة خلال استعدادها لمهاجمة مواقع عسكرية لها. إلى ذلك توقفت حركة الملاحة في مطار معيتيقة حتى أشعار آخر، وفق ما جاء في بيان على صفحة المطار عبر فيسبوك. في سياق متصل، عرض مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق أسلحة أمريكية وصينية الصنع، قالوا أنهم عثروا عليها في مدينة غريان بعد إخراج قوات خليفة حفتر منها. قوات حكومة الوفاق أكدت أن بين الأسلحة صواريخ جافلين الأمريكية المتطورة وقذائف مدفعية صاروخية توجه بالليزر، وأن العقود المكتوبة على الأسلحة تظهر أنها للإمارات. والله دورة التصنيع هذه أمريكية وهذه صينية، والعقود اللي مكتوبة عليهم من دورة الإمارات العربية المتحدة للأسف. طبعا لقينا أسلحة قدامكم متطورة وليبيا تحت الحظر، قرار مجلس الأمن إن حظر توريد الأسلحة لها، وهذه أسلحة لقيناها باسم دول بعينها مستوردة الأسلحة، هي المفروض تدفع بها على بلادها، لقيناها متورطة في الصراع الليبي وهدر الدم الليبي. عموما هذه أسلحة أمريكية وموجهة بالليزر وحديثة كلها. أعلنت وزارة الخارجية التركية أن قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا تحتجز 6 أتراك. الوزارة قالت أنها تتوقع الإفراج الفوري عنهم وألا ستصبح قوات حفتر أهدافا مشروعة، وأضافت أن الاعتقال يندرج في إطار البلطجة والقرصنة. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال أن أنقرة ستنتقم من أي هجوم يستهدف مصالحها من جانب قوات حفتر. تركيا أصبحت دولة معادية، وخسائر أنقرة في ليبيا ستكون كبيرة. هذا ما أعلنه المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، مؤكدا أن الشعب التركي مستثنى هو الذي يعاني من ظلم رئيسه رجب طيب أردوغان وسجونه على حد قوله. المسماري وفي مؤتمر صحفي عرض وثائق وصورا تؤكد مشاركة عناصر أتراك في معارك طرابلس، لافتا إلى أن أنقرة دخلت المعركة رسميا عن طريق الجيش التركي. هناك طاقم أو المجموعة التي قامت بالتدريب أو باستخدام المدرعات التركية،
وهو طبعا طاقم موجود لدينا حوالي 6 أسماء، توصلنا لاثنين بالصور وتوصلنا لحساباتهم على بعض المواقع التواصل الاجتماعي. إذن الآن تركيا تدخل في المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي. تصعيد جديد ضد تركيا أطلقته قوات حفتر التي أكدت أنها ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، كما ستستهدف أي باخرة أتية من هناك فور دخولها المياه الإقليمية الليبية. المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق سارع إلى إدانة التصريحات ضد تركيا محملا المسؤولية كاملة لقيادة حفتر عن أي ضرر يلحق برعاية أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية، كما شدد على أن لديه وسائل حازمة للرد على تلك التهديدات. أردوغان بدوره كان قد أكد أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين الأطراف الليبية. قوات حفتر اتهمت قوات حكومة الوفاق بتصفية أسرى وجرحى تابعين لها بمعركة غريان التي تمكنت حكومة الوفاق من استعادة السيطرة عليها، مع العلم أنها تعد القاعدة الخلفية الرئيسية لحفتر في معركه جنوب العاصمة. أعلن المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر تبني الجماعة توجها جديدا للفترة المقبلة على خلفية ما وصفته بالواقع الجديد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعد مراجعات داخلية متعددة. هبة محمود. في مقدمة بيانها وصفت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس مرسي بأنه رمز التجربة الديمقراطية المصرية، متهمة السلطات بتعمد قتله عبر الإهمال الطبي ومطالبة بمحاسبة جميع المتورطين فيما سمته الجريمة. وعن الحكم في مصر، رأت الجماعة أن ما حدث منذ 3 يوليو عام 2013 هو انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي لا تعترف به ويجب إنهاؤه فورا. أما عن استراتيجية عملها ضد هذا الحكم، فقد أوضح البيان أن الخيار الاستراتيجي الأمثل والأبقى للإخوان هو الخيار الثوري الشامل عبر أدوات المقاومة المدنية المشروعة. كما أعلن مكتب الإخوان أن المرحلة تتطلب التركيز على هدفين مركزيين، أولهما العمل على تحرير سجناء الرأي في مصر بنحو منهجي وعاجل، والثاني هو توحيد المعسكر الثوري ونبذ الخلاف، وهو ما تقدمه الجماعة كطرح عام إلى كل الرافضين للحكم العسكري بمختلف الأيديولوجيات والأفكار. وفي ختام البيان، أكدت الجماعة قيامها بمراجعات داخلية ووقوفها على الأخطاء، وخلصت إلى إعلان التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة، وطرحت الجماعة نفسها كتيار وطني عام ذي خلفية إسلامية، مؤكدة التواصل خلال الفترة المقبلة مع كافة المنتمين إلى المعسكر المناهض للحكم العسكري لتوحيد الأهداف والمنطلقات وصنع أرضية فكرية مشتركة. القيادي في الإخوان المسلمين محمد سودان أكد أن بيان الجماعة الأخير لم يصدر عن مكتب الإرشاد العام بل عن جماعة الإخوان المسلمين المنفصل عنه. وفي اتصال مع الميادين قال سودان أن جماعة الإخوان بشر ومن الطبيعي حصول بعض الأخطاء خلال فترة حكمهم. يحتاج كثير للمراجعة كما يزعم، وهناك أكثر من 60,000 يعني من أعضاء الإخوان المسلمين ومن القيادات موجودة في السجن. يرجعوا ناس في السجن لابد أن يعطي قبل أن يراجع، يعطى له حق الرد وحق الدفاع النفسي، يعني قبل أن يتهم وهو غائب وهو لا يملك حق الرد. هذه ظالمة، تعتبر مراجعة ظالمة. نوسع صدورنا جميعا لغير الإخوان، ما بالك بالإخوان. يعني نقول لابد أن يعني نتفق، يعني نعمل على ما اتفقنا عليه للليبراليين واليساريين والشيوعيين، ما بالك من إخواننا الذين منا ونحن منهم. كيف جرت أحداث 30 حزيران يونيو عام 2013 في مصر؟ وكيف أنهت التظاهرات المليونية في الشوارع والقيادة العسكرية المصرية حكم محمد مرسي في عامه الأول؟ مريم عثمان. ثورة أم انقلاب عسكري؟ تختلف آراء المصريين في النظر إلى أحداث 30 حزيران يونيو عام 2013، ولكن ما لا يختلف عليه اثنان أنها عبرت عن غضب شعبي حركته الأوضاع المعيشية وربما أياد خارجية، غضب أنهى فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي التي لم تتخطى
العام الواحد. تظاهرات مليونية عمت شوارع مصر في 30 من حزيران يونيو، نظمتها أحزاب وحركات معارضة لمرسي، سقط خلالها قتلى وجرحى، وأحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين في المؤطم بالعاصمة القاهرة. كل التطورات في هذا اليوم كانت تشير إلى تناغم بين معظم وسائل الإعلام المصرية وقوى سياسية كبرى ومعها المؤسسة العسكرية. حركة ضد حكم مرسي صيغت في الساحة المصرية عبرت عنها الملايين الغاضبة في المحافظات المصرية. في عصر الأول من تموز يوليو أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا يمهل القوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي في البلاد، وأحذرت من أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات ستشرف هي على تنفيذها. حزب النور السلفي طالب مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما استقال في اليوم نفسه 5 وزراء من الحكومة تضامنا مع مطالب المتظاهرين. واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان ووزير الخارجية حينذاك محمد كامل عمرو، فضلا عن 30 عضوا في مجلس الشورى. في ليلة 2 يوليو أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانا رافضا لما وصفه بمحاولة البعض الانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية، فيما أصدرت الرئاسة المصرية بيانا في الساعات الأولى من 2 يوليو جاء فيه أن العبارات الواردة في بيان الجيش تحمل دلالات قد تسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المربك أصلا. وزارة الداخلية أعلنت في اليوم نفسه تضامنها مع ما ورد في بيان القوات المسلحة، مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. في 3 يوليو وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوة المسلحة للقوى السياسية وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم أول رئيس مصري منتخب، فيما قال إنه استجابة لدعوات الجماهير على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما أعلن تعليق العمل بالدستور وتعيين حكومة مؤقتة لينتخب السيسي بعد 11 شهرا رئيسا لجمهورية مصر. تعم الصدمة الجزائر بعد إيداع منتحر شخصية المجاهد الأخضر برقعة السجن المؤقت لأمر قضائي. التلفزيون الرسمي نقل عن وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رئيس أن الاسم الحقيقي للمتهم بانتحال شخصية سي الأخضر برقعة هو أحمد برقعة، واستخدم اسم سي الأخضر الذي يعود لرابح مقراني القائد الحقيقي لناحية الرابعة التاريخية والذي استشهد خلال حرب التحرير الجزائرية، وهو أقدم على ذلك لتحقيق مكاسب شخصية من خلال عمله السياسي والحزبي. أقيمت وقفة أمام مقر السفارة التونسية في رام الله تنديدا بالتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في تونس وتضامنا مع أسر الضحايا. وشارك في الوقفة عشرات الفلسطينيين وأبناء الجالية التونسية في فلسطين وعدد من خريجي المعاهد والجامعات التونسية وفعاليات شعبية ورسمية. وتحت شعار تونس كل يوم أحلى انطلقت في تونس فعاليات أيام قرطاج السياحية في دورتها الأولى، دورة تتزامن مع استعداد تونس للموسم السياحي الواعد. وكشفت وزارة السياحة أنه لم يلغى أي حجز قائم، فيما تستعد البلاد لاستقبال 9 ملايين سائح. سميحة البغالمي. يا زين الصحراء وبهجتها ويا مجمل الرمال. لأنها بلاد الجمال والاختلاف والحداثة، ولأنها تستحق أن تكون وجهة سياحية مميزة للتنوع موروثها الحضاري وتعدد معالمها وبهاء بحرها. انطلقت في تونس فعاليات أيام قرطاج السياحية في دورتها الأولى، تظاهرة لم توقفها العملية الإرهابية الأخيرة بل تحدت الإرهاب انتصارا لثقافة الحياة، وواصلت نشاطها بهدف أن تكون تونس كل يوم أحلى. حبينا من خلال التظاهرة دي الترويج لصورة تونس داخليا وخارجيا، وخاصة يعني تطوير الطرق الجديدة والحديثة وتطويعها للترويج للقطاع السياحي. توقع
توقعات باستقبال 9 ملايين سائح وبلوغ الحجوزات في عدد من الفنادق السياحية نسبة 100%. هذه الأرقام الإيجابية أتت بعد التغلب على المصاعب الأمنية، فيما وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لتأمين الموسم السياحي، ومن المنتظر تجنيد أكثر من 30,000 أمني لتأمين الشواطئ ومراقبة مداخل المدن السياحية والوحدات الفندقية. المؤسسة الأمنية بكل مكوناتها ضابطة مختلف الخطط، وإحنا مواصلين في الخطط متاعنا اللي هي حماية المناطق السياحية، ومن وراء ذلك حماية كل الأنشطة، منظومة أمن الحدود، منظومة مكافحة الإرهاب، منظومة الأمن السياحي. تونس بدأت تستعيد عافيتها وموقعها في السوق الدولية، فبعدما استقبلت العام الماضي أكثر من 8 ملايين سائحا، تستعد هذا الموسم لتحقيق أرقام قياسية تعيد إليها مكانتها السياحية وتحقق لها انتعاشة اقتصادية. لن تنجح العمليات الإرهابية في إفشال الموسم السياحي الواعد الذي يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، التي كانت وستظل وجهة السياحة للآتين من مختلف دول العالم. سميحة البغاني، تونس، الميادين. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث يبدأ اليوم جولة تشمل كل من روسيا والإمارات وسلطنة عمان، فيما يواصل التحالف السعودي خروقاته في الحديدة. رئيس اللجنة الثورية في اليمن محمد علي الحوثي اعتبر زحف العدوان على الجبلية في الحديدة تأكيدا للنية المبيتة للانقلاب على اتفاق ستوكهولم وإفشال مهمة الفريق الأممي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ميدانيا، استهدف الجيش اليمني واللجان بصاروخي زلزال واحد موقعين للجنود السودانيين شمال صحراء ميديا الحدودية في حجة، وكان جنديان سودانيان قتلا بمواجهات شرقية جبل النار الحدودي، كما قتل وجرح عدد من قوات هادي بهجومين منفصلين للجيش واللجان في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. أما في محافظة الحديدة فقصفت قوات التحالف السعودي مزارع وممتلكات المواطنين في الناحيتين الجنوبية والشرقية لمديرية الطحيدة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة البيت الأبيض، وخلال لقاء وصف بالتاريخي بين الجانبين على أراضي كوريا الشمالية التي دخلها ترامب كأول رئيس أمريكي منذ العام 53، أعلن ترامب تأليف فريق عمل سيبدأ مهماته خلال أسبوعين، مؤكدا أن العقوبات لن ترفع عن بيونغ يانغ في الوقت الحالي. 20 خطوة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أرض كوريا الشمالية للقاء رئيسها كيم جونغ أون. هو اللقاء الثالث منذ وصول ترامب إلى الحكم بين رئيسي دولتين عدوتين منذ 50ات القرن الماضي، بعد سنغافورة قبل عام كامل وهانوي الفيتنامية في شباط فبراير الماضي. لقد كان اجتماعا جيدا جدا مع الرئيس كيم. اتفقنا على تشكيل لجان لتعمل على التفاصيل، ولكن السرعة ليست الأمر المطلوب هنا. نريد أن نرى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل وإلى صفقة جيدة. لا أحد يعلم كيف ستتطور الأمور، ولكن الأكيد أن هذا يوم عظيم. هذا يوم تاريخي. لقاء الرئيسين دام نحو ساعة بحضور الرئيس الكوري الجنوبي، وانتهى بابتسامات واتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة تبدأ عملها خلال أسبوعين أو 3 أسابيع لمتابعة المفاوضات المتوقفة منذ قمة هانوي بين الجانبين، وفي ذلك تجسيد لدعوة كيم لتجاوز الماضي والتطلع إلى المستقبل. وإذ أكد ترامب أنه لا عجالة لإنجاز اتفاق بين البلدين، أوضح أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، ولكنها ستكون موضع تفاوض في المستقبل، فيما تؤكد بيونغ يانغ ضرورة رفع هذه العقوبات قبل الشروع في تفكيك منظومة أسلحتها النووية. ومتابعة للخبر العاجل الذي ظهر منذ قليل على شاشة الميادين حول الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. ديما مرحبا، كل التفاصيل حتى الآن حول هذا العدوان، ماذا كان يستهدف؟ أيضا دفاعات جوية كانت تصدت لعدد من الصواريخ. صحيح، يعني في الخبر الرسمي بأن الدفاع الجوي السوري قد تصدى لعدة صواريخ،
معاوية ضربت منطقة الكسوة والدماس في جنوب وغرب دمشق. طبعا أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في تقريبا في كامل العاصمة السورية قبل حوالي 20 دقيقة من الآن، وطبعا شهدت حتى يعني ألسنة اللهب نتيجة الانفجار للصواريخ. طبعا الدفاعات الجوية استطاعت أن تسقط بعض من هذه الصواريخ. هناك بعض المعلومات غير الرسمية عدوان يعني موازي لهذا العدوان أو متزامن مع هذا العدوان أيضا على منطقة بالقرب من مدينة حمص، دون أن تأتي المصادر الرسمية على ذكر هذا الخبر. طبعا هذا ما يتنقله الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعني سارعوا لإيراد الخبر سواء في القصف في محل دمشق أو حتى على حمص في نفس الوقت. وطبعا هناك معلومات ونقل عن مصادر إعلام لبنانية بأن طيران إسرائيلي اللي كان يحلق على علو منخفض بالتزامن مع وقوع هذا العدوان على يعني محيط دمشق وكذلك مدينة حمص. شكرا لك على كل هذه المعلومات ديما نصيف. طبعا سنتابع هذا الموضوع في النشرات اللاحقة. مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف، شكرا جزيلا لك. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. هذا الشيء اللي صار اليوم غير مقبول، غير مقبول وغير مسبوق، وهذا نذير فتنة تخطط للبلد. مصلحون يستهدفون موقف وزير شؤون النازحين اللبناني صالح الغريب ومقتل قياديين في الحزب الديمقراطي كان برفقته. وتعقيبا على الحادث الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد اليوم واتصالات سياسية لتهدئة الأوضاع. سبعة شهداء وعشرة الجرحى خلال قمع تظاهرات قوى الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري يتهم مندسين. السفير الأمريكي في إسرائيل يفتتح نفقا تهويديا جنوب المسجد الأقصى، والسلطة الفلسطينية تصفه بأنه رئيس مجلس للمستوطنات. رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق يعلن التعبئة والنفير العام في البلاد، وأنقرة تهدد باستهداف قوات حفتر إذا لم تفرج عن ستة أتراك محتجزين لديها. المكتب العام للإخوان المسلمين في مصر يعلن عن إجراء مراجعة داخلية، وقيادي في الجماعة يؤكد للميادين أن بعض بنود البيان محل خلاف. ودائما للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة، نلتقي على رأس الساعة.